عرض سريع جدا في التفاصيل. احنا زي ما وعدنا وزي ما دولة الرئيس اوضح، احنا النهارده بصدد لما اتكلمنا على الحزمه الاولى من التسهيلات الضريبيه كفكره، ثم جينا طرحناها بقى بالتفاصيل. النهارده داخلين في اليات التنفيذ، وزي ما قلنا احنا مش كل الاليات ال 20 اجراء اللي احنا وعدنا بيهم، في كتير منهم على فكره بدا تطبيقه بقرارات اداريه، في كتير منهم بيطبق يعني هنطلقه في توقيتاته السليمه، لكن احنا وعدنا ان ال 20 اجراء هيتم تنفيذهم بالكامل هذا العام. كان في بعض الاجراءات والاصلاحات دي بتتطلب تعديلات تشريعيه، فاحنا جايين بالتعديلات التشريعيه دي. وزي ما دوله الرئيس اوضح كان في ثلاث تعديلات تشريعيه مهم قوي نعملها عشان خاطر نقدر باذن الله نفعل كل الاجراءات اللي تمت. خلينا يعني نروح في اول حاجه، هو موضوع ما كانش عندنا زي ما قلنا قبل كده نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيره ورياده الاعمال وشركات الناشئه اللي هي بتكبر جدا في مصر، اللي هي مجموعه من الشباب ممكن يعملوا مشروع ويبقى بيصدر لبره، اللي هو حد عنده فكره وبدا مشروع عايز يكبره، فاحنا عايزينه يكبر وعايزينه يعني يبقى عنده قدره انه يستفيد من كل امكانيات الدوله من تمويل وغيرها، وبالتالي بنوجد له هنا اليه متكامله انه يخش في المنظومه بشكل سريع وبشكل جيد. ده جدول بيلخص قد ايه حجم الفايده اللي ممكن ترجع لاي مشروع صغير او متوسط حتى 15 مليون جنيه انه ينضم لهذه المنظومه الجديده. هتلاقوا ان في حاجات كتيره جدا 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 كان في الوضع السابق هو مطالب بيها، ضرائب الدمغه، رسم التنميه، ارباح الراسماليه، كل ده اتشال، ضريبه توزيعات الارباح، كل ده اتشال حتى 15 مليون جنيه وكان قبل كده بيمثل عبء عليه. يمكن في ارباح تجاريه وصناعيه هي فضلت موجوده، لكن الحقيقه ان احنا بسطناها جدا، بدل ما كان بيدفع رقم من ارباحه 22.5% ويبقى دايما في خلاف مع المصلحه ايه الايراد وايه المصروف وايه اللي يدخله وايه اللي يستبعده، احنا عملنا له منظومه بسيطه جدا، ضريبه قطعيه بيدفع على كل شريحه رقم محدد، وبالتالي هو عارف اللي عليه وهو بيعمل المشروع وعارف قد ايه اعبائه. ونفس القصه في ضريبه القيمه المضافه، عملنا له تسهيل مهم قوي وده بيفرق جدا للشركات الجديده عشان نديله سيوله، بدل ما هو مطالب يسدد الضريبه اللي هو حقيقه الامر هو الزبون هو اللي بيدفعها او العميل هو اللي بيدفعها، لكن برضو امعانا في المساعده بدل ما يدفع الضريبه دي كل شهر احنا قلنا له هتدفعها 4 مرات في السنه، وبالتالي بقى عنده مساحه ووقت وسيوله افضل. ونفس القصه في ضريبه الاجور، لو عنده حد بيشتغل وهو بيدفع عليه ضريبه او الموظف اللي عنده بيدفع ضريبته، بدل ما يدفعها كل شهر فكان بيدفع مره في السنه تسويه جماعيه في اخر السنه وكل شهر يقدم اقرار ويسدد جزء من المبلغ، وقلنا له هتسوي هذا المبلغ مره واحده في السنه وبدون اي امور اخرى. كمان عملنا حاجه مهمه جدا انه اعتبرنا ميلاد هذه الشركة من ساعة ما ينضم لهذا القانون ويسجل، وبالتالي مش هنبص لورا خالص، هنبص لقدام وهنبتدي معاه بداية جديدة، ويهمنا انه يكبر ونستوعب هذا الكبر، وبالعكس عايزينه يعني ينمو بشكل كبير قوي. وقلنا حاجة مهمة جدا في القانون، لمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول عشان نرجع تاني الثقة ما بين الطرفين، سيتم قبوله دون فحص، هيتم قبوله دون فحص وثقة في ما يقدمه، وانا متاكدين انه الناس ان شاء الله مع التسويق جيد ومع ان احنا نوصل المعلومه ومع ان احنا نوجد الاليات دي على الارض باذن الله يعمل نقله كويسه. فدي مجموعه من الشروحات البسيطه اللي انا قلته انه ازاي النهارده بقى عارف الممول ضريبه الدخل بعد ما يعمل ربح وبعد ما يكبر، عارف بالظبط هيدفع كام من اول يوم، مش محتاج يخش في اي خلاف ولا يبقى عنده اي مشكله، والاقرارات مبسطه جدا، ويعني يبقى عنده مساحه من الحركه وان هو يقدر يخطط لمستقبله. لما جينا عرضنا في الاول قلنا محتاجين بساطه وسهوله ويقين، وبالتالي هذه المنظومه تتيح هذا الامر للشركات. وزي ما وضحت حتى الدفاتر والحسابات المبسطه، احنا كنا زمان حتى الاقرار اللي طالبينه منه بقى اقرار بسيط، عدد صفحات قليل وفي عدد معلومات بسيط، وحتى الدفاتر مش طالبين منه دفاتر التقليديه لشركه كبيره، طبعا كل ما الشركات بتبقى كبيره كل ما تبقى محتاجه يعني تستثمر في هذا الامر، لكن احنا هنا بنبسط عليه اي تكاليف سواء ان هو محتاج يجيب محاسب او ان هو يجيب اي حاجه، بنعمل له امور بسيطه جدا وبالتالي يقدر يخش في المنظومه باعباء قليله جدا. فده أول مشروع تم النهارده وهو متكامل، وعلى فكرة احنا اشتغلنا في هذا الأمر مع كل مجتمع الأعمال ومع كل المتخصصين، وبنعمل بروتوكولات دلوقتي مع جهاز
المشروعات الصغيره ووزاره الاتصالات عشان نساعد في ان احنا نوصل لكل الناس ونشرح لهم هذا الامر ونشجعهم ان هم يستفيدوا من الدوله بتتيحه دلوقتي. الموضوع الثاني كان مهم قوي، هو فكره ازاي نقفل كل القديم والمشاكل القديمه والنزاعات والقضايا اللي هي بتمثل عبء على الجميع علينا وعلى الممول. فالنهارده الحمد لله بندي مجموعه من التسهيلات الكبيره جدا، وبنقول للناس تاني برضو مبدا الثقه. انت النهارده بنقول سواء على فكره التسهيلات دي لكل الممولين الموجودين، وحتى بنوجد حاجه للممول اللي ما كانش عندنا وحابب يجي النهارده يسجل، احنا بنقول له تعالى سجل وهنبتدي برضو معاك صفحه جديده، بنديك فتره تعالى سجل وابتدي معانا فتره جديده صفحه جديده. لكن كمان بنقول للناس حتى الممول المنتظم لو انت كنت نسيت اقرار او عايز تعدل الرقم من 20 ل 23 كل الثلاث سنوات دي، لو انت نسيت اقرار كان عندك مشكله في السيستم، لو انت بترفع اقرار حصل مشكله المحاسب عندك نسي حاجه او كده، تعالى قدم هذا الاقرار، تقدم اي تعديل ومش هنتعامل معاك الا بمنتهى الجديه وهنقبل هذا التعديل دون اي عقوبات خالص. احنا عايزينك انت تصوب من نفسك وتيجي لو حبيت، وممكن كتير جدا يكونوا مصوبين من نفسهم ومش محتاجين هذا الامر، لكن قد يكون في بعض الناس محتاجين ومش هنتعامل معاه زي ما قلت باي مشاكل. لكن الاهم بقى، طيب قبل 2020 كل المشاكل والنزاعات اوجدنا لها حلول منطقيه جدا 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 جدا. الحلول دي ما كناش عارفين نقولها بدقه لان كنا لسه في اطار التجهيز ليها، لكن النهارده نقدر نتكلم نقول بمنتهى الوضوح احنا سواء اي تقديرات جزافيه لم يتم حسمها اوجدنا حل بسيط جدا، رقم يجي يسدده ونخلص ويقدر يقفل ملفه وياخد حاجه مهمه جدا، هياخد مخالصه عن السنه دي ضريبيه، يبقى معاه ورقه خلاص بتقول ان هو ممول سدد كل انواع الضرايب اللي عليه، وده لكل انواع الضرايب مش نوع واحد معين من الضرايب. اما بقى لو كان اتقدر بشكل جيد واتفحص وهو واحنا اقرينا مع بعض رقم معين واتفقنا عليه، فبنقول له خلاص تعالى لو الرقم انت سددته خلاص هنديك مخالصه، لو انت ما سددتش الرقم ده تعالى سدده خلال فتره معينه ومش هيبقى فيه اي غرامات ولا اي عقوبات ولا اي اعباء اضافيه. وبالتالي اوجدنا حل كامل سواء للنزاعات المبنيه على تقديرات جزافيه او النزاعات المبنيه حتى على تقدير حصل فيه توافق ما بين الطرفين لكن كان مشكله كبيره، ازاي ان هو ما يبقاش عليه غرامات او اي اعباء اخرى. واوجدنا حاجه مهمه في القانون ان احنا حطينا نص صريح بيقول انه الغرامات لا تتجاوز اصل الضريبه، وبالتالي حافز لينا احنا كمصلحه ان احنا نجري بسرعه ونخلص الملفات والفحص، وبرضه ما بقاش في اي عبء كبير على الممول ان احنا نطول فترات وبتراكم عليه غرامات في المستقبل. يعني دي مجموعه من الامور اللي قمنا بيها ودي اهم ملامحها. اخر حاجه هو القانون كان برضه هام جدا، كان في غرامات موجوده في القانون السابق لكل من يعني كان في، طبعا احنا دايما عنا على الممول الملتزم وطبعا عايزين نسهل على اللي بيحاول يلتزم ويخش معانا في المنظومه، فكان في بعض الغرامات على بعض الامور اللي مثلا لو حد ما قدمش اقراره في ميعاده، لو حد اتاخر، لو حد ما قدمش الاقرار، لو في مستندات مش مظبوطه، بس كان مشكله ان الغرامات ما بتفرقش ما بين العقوبات او درجه العقوبه، فاحنا عملنا هنا تدرج بحيث ان الغرامه تبقى مناسبه. فكان المشكله في الماضي انه لما بيبقى في لجنه انهاء منازعات او حتى تروح التقاضي كان القاضي او رئيس لجنه انهاء منازعات ما عندوش مساحه يتحرك فيها غير رقم محدد. احنا عملنا هنا تدرج وسهلنا الامور على الناس، ودي كان ثلاث اجراءات من الاجراءات اللي وعدنا بيهم والحمد لله بننفذهم. وهختم اقول ان احنا النهارده دي اول بدايه، زي ما بنقول بناخد ان شاء الله موافقه مجلس وزراء، ان شاء الله نروح لمجلس النواب الموقر ونعرض هذا الامر. واحنا عرضنا في لجنه خطه والموازنه الاسبوع الماضي ملامح هذا الامر، وعرضنا حتى في اكتر من لقاء مع الساده النواب هذا الامر، وان شاء الله نقره ونبتدي تفعيله فورا زي ما بقول جاهزين بهذا الامر. هختم باللي دوله الرئيس قاله، احنا دي حزمه الاولى من التسهيلات الضريبيه، وان شاء الله نجيب حزمه اولى برضو من التسهيلات الضريبه العقاريه هيكون فيها نفس الفكر، التبسيط والتسهيل وبناء الثقه والشراكه، واحنا متاكدين ان ده هيعود بالنفع على الجميع علينا وعلى الممول وعلى الاقتصاد المصري. وان شاء الله يعني نيجي برضو بافكار كلها نقدر نحققها، واحنا بنجيب الافكار عموما من الممولين ومن المجتمع الضريبي، فان شاء الله نيجي بده. وبرضو هنيجي ان شاء الله بمجموعه برضو من التسهيلات في المنظومة الجمركية عشان نبسط ونسهل. الفكرة كلها ان الاستثمار يزيد والنشاط الاقتصادي يزيد، وبالتالي الدولة هتبقى اكبر مستفيد مع المجتمع الضريبي بإذن الله. شكرا.